السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ دلوقتي احنا هنبدأ يونت 2 اللي هي السوليد جيومتري. احنا خلصنا الستاتيك، هنبدأ السوليد جيومتري. السوليد جيومتري ده يا جماعة لطيف جدا، هتكمل بيه بقى اللي داخل علم الرياضة ان شاء الله السنة الجاية، هيكمل بالبيز اللي احنا هنحطه السنة دي ان شاء الله. اليونت دي عبارة عن lesson 1 the straight line and the plane in the space، و lesson 2 pyramid، lesson 3 cone، lesson 4 circle. تعال الأول نتكلم على lesson 1. تعال نشوف يعني إيه straight line. الستريت لاين ده يا جماعة يعني عبارة عن two points. أي two points في الدنيا بيعدي عليهم straight line واحد بس، يبقى two distinct points. There is one and only one straight line that contains them. أقدر أقول A B B A. يبقى إحنا الستريت لاين هنا بيبقى well defined عن طريق أي two points. يعني لما حد يجي يسألك الستريت لاين بيبقى well defined إمتى، أقول له والله لو عرفت two points يبقى الستريت لاين ده well defined. The straight line is an infinite set of points and we can determine it exactly if we know any two different points. لو عرفت أي نقطتين يبقى أنت كده عرفت الستريت لاين. A B subset A B ray subset ال A B straight line، يعني ده جوه ده جوه ده، الأكبر هو الستريت لاين. تعالى نتكلم على البلين. البلين ده سطح المكان يا جماعة، يعني البلين ده زي ما تكون كده جايب ورقة وحطت الحاجة فوق الورقة مثلا. دول البلين بيبقى well defined امتى؟ عن طريق 3 non-collinear points. يعني لما حد يجي يسألك البلين بيبقى well defined امتى، قول له والله لو انت عندك 3 non-collinear points. يعني ايه non-collinear؟ يعني لو التلاتة points دول مش على نفس الستريت لاين، مش على نفس الستريت لاين. احنا هنا نقدر نقول على البلين ده ABC او بلين X. This means that the plane is determined by any three non-collinear points. هو ده اللي احنا كنا بنقوله. اي ستريت لاين بيعدي على البلين او بيعدي جوه البلين ده بيبقى completely lying on the surface. اوكي؟ والبلين ده يا جماعة ممكن يبقى جواه سيركل، تريانجل، سكوير، اي حاجة بتقدر ترسمها على ورق، اسمها geometric shapes because each of them is subset للplane. ده الكلام ده في two dimensions. طب لما نيجي نتكلم بقى هنا، انا عندي line 1 وline 2 وبسألك هنا مين اللي subset للplane؟ فكر كده، line 1 ولا line 2 subset للplane؟ هتقولي line 1 طبعا subset للplane. طب وline 2 subset للplane ليه؟ ما هي لمسة حرف البلين يبقى سبست للبلين. فاكر في تالتة اعدادي كنا بنقول لو البوينت لاينج على السيركل، على حرف السيركل، يبقى برضو سبست للسيرفس بتاعت السيركل. هي نفس القصة. نيجي بقى نتكلم على سبيس. ايه السبيس ده؟ الأوضة اللي انت قاعد فيها دي سبيس. العالم اللي احنا عايشين فيه ده سبيس. بيتكون من انفاينايت سيت اوف بوينتس وجواها الجيومتريك فيجرز اللي هي السكوير والريكتانجل، وجواها البلين، وجواها كمان السوليد اللي هي سفير، الكيوب، السيلندر. هي the universal set of the points we can deal with. okay any point in the space، أي point في space passing through infinite number of straight line. يعني أنا لو عندي one point في space أقدر أرسم جواها infinite number of straight lines. space ده معناه احنا بنتكلم في 3 dimensions. بدل دخلنا بقى في السفير والكيوب والبيراميد والحاجات دي، يبقى احنا بنتكلم في 3 dimensions. any point in the space passing through it an infinite number of plane. طبيعي السبيس اللي انت عايش فيه كام plane يبقى subset للسبيس ده؟ كذا plane. يعني حط 100,000 ورقة وانت قاعد جوه البلين عادي، جوه السبيس. any two points in the space، اي نقطتين في السبيس بيعدي عليهم straight line واحد بس. ماشي اهو، انا دلوقتي لو عندي نقطتين بيعدي منهم واحد بس straight line. اي two points في space بيعدي عليهم infinite number of plane. يعني اقدر ارسم plane كده، اقدر ارسم plane كده، ارسم plane زي ما انا عايز، لان احنا اتفقنا مع بعض ان plane بيبقى well defined عن طريق 3 non-collinear points. نيجي بقى نتكلم على البلين. The plane is determined by، دول كلهم planes. نبتدي بقى نتكلم على كل حاجة لوحدها. البلين بيبقى well defined أو determined إزاي؟ لو في two straight lines parallel أو two intersecting أو straight line و point أو three non-collinear point.
يبقى هنا two parallel lines وهنا two intersecting lines وهنا line و point doesn't belong للline ده و three non-collinear points. يبقى للplane بيبقى well defined بالأربع حاجات دول. أوكي؟ طيب a relation ما بين line والplane straight line وplane. حضرتك عندك زي ما انت شايف كده تلات حاجات. أول حاجة ال subset لل x line lies completely in the plane, يعني line ده كله جوه plane, يعني line والplane x بيعملوا intersecting في line. طب هنا ده line parallel لل x يبقى ال intersection foil, مفيش intersection, line parallel للplane مفيش intersection بينهم. هنا اللاين L ده عامل intersecting مع البلين في نقطة واحدة, معنى الخطوط دي الدوتد دي ان ده بره البلين, ان ده بره البلين. اللي intersecting X of point اسمها ايه اللي هي المفروض البوينت دي. طيب الريليشن ما بين اللاين والبلين ما بين two straight lines بقى والبلين, اولا هنا احنا عندنا two lines parallel, اللاين بيعمل intersecting مع البلين, اللاين بيعمل intersecting مع البلين فاي مفيش intersecting. طب وهنا الاتنين عاملين intersecting, انا بتكلم هنا مفروض اللي intersect ال ده لاين 1 ولاين 2 مفيش intersect البلين دي, المفروض دي لاين 2 على فكرة, دي مفروض لاين 1 ولاين 2 مفيش intersecting ما بين لاين 1 ولاين 2 بس كده اهو. هنا دول two straight lines parallel, line 1 intersecting line 2 فاي مفيش اصلا intersecting, هنا line 1 و line 2 عاملين intersecting في point A. دول skew, يعني ايه skew؟ يعني كل واحد منهم في plane مختلف, مفيش اصلا intersection ما بين ال two straight lines دول. The two skew straight lines not parallel and not intersecting because they are not in one plane. يعني مفيش relation بتربط ما بين two skew straight lines. Relation ما بين two planes. نيجي بقى نتكلم على two planes. بص اللي حصل هنا. الاتنين coincident. يعني common في كل ال points. دول two planes parallel. مفيش intersection بينهم. بص بقى دي. ركز في دي, ادي ده بلين, بص اللي هيترسم ده بلين وده بلين تاني, يبقى هنا حاصل intersecting بس التو بلينز دول عاملين intersecting في straight line L والتو بلينز دول عاملين intersecting في straight line برضو, انما التلاتة بلينز عاملين intersecting في point واحدة. اهو بص ده line 1 وده line 2. Number of straight line that are passing through a given point. كام straight line بيعدي على point واحدة؟ Infinite. طب هنا number of straight line passing through two given point هو straight line واحد. Number of planes passing through two given point infinite طبعا. طب لو قلت three non-collinear point passing through non-collinear points يبقى one plane. All the following cases determine a plane. يعني كل الأربعة دول بيعملوا well defined للplane. ما عدا مين؟ تعالى نقراهم. Straight line and a point doesn't belong to it. Two parallel and not coincident straight line. Two intersecting straight line. Two skew straight line. طبعا هي السكيو, لأن السكيو دول الاتنين مختلفين في planes مختلفة, فما نقدرش نقول عليهم إن هم determine الplane. طب تعالى هنا. If L1 و L2 are a straight line و X و Y are planes و A و B و C are point, true or false. Line 1 intersecting line 2 equal phi. هل ده معناه ان line 1 parallel line 2؟ لا طبعا مش كفاية, مش كفاية ان line 1 parallel line 2, ما هو ممكن اصلا يبقوا skew. طب line 1 parallel X, يعني في straight line parallel plane ولاين 2 parallel لX, هل ده معناه ان لاين 1 ولاين 2 parallel؟ لا طبعا برضو ممكن يكونوا الاتنين مش في نفس البلين, ممكن ده يبقى parallel من ناحية وده parallel من تحت, من ده جنب وده من تحت. طب لاين 1 parallel لX ماشي,
و line 2 subset ل x. هل ده معناه ان line 1 parallel line 2؟ لا طبعا، ما هو ممكن line 1 parallel ل x اوكي من بره، فده يبقى في plane، و line 2 جوه ال plane x، يبقى دول في planes مختلفة. وممكن يبقى line 2 parallel ل x من فوق، و line 2 subset ل x جوه، ما هو برضو هيبقى الاتنين في planes مختلفين. بص بقى دي line 1 subset ل x، يعني line 1 جوه plane x، و line 2 مش subset ل x، في حتة تانية، و line 2 line 1 parallel. هل ده معنى ان line 2 parallel ل x؟ طبعا line 2 doesn't belong لل x او doesn't subset لل x، و line 2 و line 1 parallel و line 2 parallel لل x، ده طبيعي. طيب تعالى هنا، if x not equal y و a b c، خد بالك بس السوليد ده محتاج تخيل عالي، فيعني حاول تشغل دماغك كده عشان انا برضو مش قادرة اعبر لك بايديا، فلازم دماغك تبقى شغالة معايا. if x not equal y، a ال two planes يعني مش equal، و a و b c belong لل x، و a و b c برضو belong لل y، هل ده معناه ان a و b و c are collinear؟ طبعا، لان كده هو not well defined اصلا. line 1 perpendicular ل plane x ماشي، و line 2 perpendicular ل plane x، يبقى line 2 line 1 parallel. طب تعالى بقى هنا، ده البريزم. بص البلين A B B داش A داش البلين ده، و B C C داش B داش البلين ده، عاملين intersecting فين؟ في B B داش، في اللاين اللي هنا ده. طيب plane A B C التريانجل ده والبلين ده عاملين intersection؟ لا طبعا، فاي مفيش intersection. طيب ال A C ده intersect A داش C داش؟ لا مفيش intersection بينهم. طيب هنا B B داش B B داش intersect A B C فين؟ في point B، طبعا لازم تكتب في set. طب هنا تعال plane M A B و M B C عاملين intersection في M B. طيب M B C و A B C عاملين intersection في B C. طيب و M B intersect A B C فين؟ في point B. طيب واحدة كمان M C intersect AB، مفيش intersection. البلين بقى MAB intersect MBC، MAB و MBC و MAC التلاتة عاملين intersecting for point M. ده البريزم. البريزم ده solid عنده two parallel و congruent triangles، يعني الاتنين دول parallel و congruent، ده اسمه triangular prism وده اسمه quadrilateral prism. هنا A A داش و B B داش و C C داش و D D داش، كل دول parallel و equal lateral edge، lateral يعني جوانب، وكل lateral faces parallelogram، ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة وفي الرابع ورا. طيب نيجي نتكلم في البيراميد. البيراميد ده يا جماعة كده الدرس التاني في السوليد. It is solid of single base, one base and all of its other faces are triangle that have the same vertex and the pyramid is called the triangle quadrilateral pentagon according to the number of sides بتاعة البيزز. تعالى ده كده اسمه triangular pyramid، ليه؟ عشان البيز بتاعه triangle. طيب ده كده اسمه quadrilateral pyramid عشان البيز بتاعه quad، و MDC ده يعتبر lateral face و MBA lateral face برضو. ده pentagon pyramid، pentagonal pyramid عشان عنده 5 sides في البيز. MA ده lateral edge و MB و MC و MD. طيب تعالى هنا، ده بالنسبة للquadrilateral pyramid. شايف اللاين اللي نزل ده؟ ارجع تاني بص اللاين، ماله اللاين ده؟ اللاين ده perpendicular على البيز،
و ان اكس دائما هاف السي بي، و ام اكس ده اسمه السلانت هايت. تعال بقى نتعرف على مسميات البيراميد. ام اي بي سي دي از كواد بيراميد عشان البيس بتاعه 4 سايدز، واللاتر الفيس بتاعته، بص بقى كام لاتر الفيس، ام اي بي ام بي سي ام سي دي ام اي دي اللي ورا، والبيس بتاعه اي بي سي دي. اللاتر الفيسز بتاعته دايما تراينجل اللي هي ام دي سي وام بي سي وام اي بي وام اي دي. اللاتر الادج اللي هي ام اي ام بي ام سي ام دي. ليه بقى انا بعرفك المسميات دي؟ انا بعرفك عشان في الامتحان هيجي يقول لك فايند ذا لاترال ايدج ويسيبك ويمشي، فلازم تبقى عارف اللاترال ايدج ده المقصود بيه مين. الهايت بتاع البيراميد اللي هو ام ان از ذا بيربنديكولار ديستنس ما بين الفيرتكس والبلين، لازم يبقى نازل بيربنديكولار من الفيرتكس اللي هو ام ان. السلانت هايت ده اللي هو بيبقى نازل من الفيرتكس بيربنديكولار على البيز، هنا هو ام اكس وام اكس بيربنديكولار على الاي بي. ولو رسمت واحد تاني هنا على فكره برضو هيبقى بيربنديكولار على الدي سي، بس احنا عاده بنتعامل مع ام اكس. يبقى انت كده لازم تفهم ان ام اكس ده هايت بالنسبه للام اي بي، يعني ام اكس ايه ده رايت انجل تراينجل، الهايبوتنس بتاعه ام اي. اوكي، وفي تراينجل ام ان اكس الام اكس ده سلانت هايت، الهايبوتنس بتاع ام ان اكس. بص انا حاولت اجيب لك كده صور مجسمه عشان انا طبعا بشرحها بحاجه سوليد، يعني انا في الحقيقه بشرحها بحاجه سوليد، بجيب كده ورق زي ورق الكرتون عشان يقدروا يتخيلوا الهايت والسلانت هايت. فانا حاولت اجيب صور مجسمه من على الانترنت عشان اوصل لكم الفكره. ده ال perpendicular height بتاع البيراميد، وده ال slant height برضو. يعني بصوا انا عمال احاول اقرب لكم الصورة شوية عشان يبقى الموضوع اوضح. ده شكل البيراميد المجسم 3D. special cases بتاعة البيراميد، عندي حاجة اسمها regular pyramid. ايه بقى ال regular pyramid ده؟ اللي هو البيس بتاعه بيبقى regular يعني قد بعض square، لازم السايدز بتاعته تبقى كلها قد بعض عشان كده سموه ريجلر. والسنتر بتاعته بتبقى نازله بيربنديكولر من الفيرتكس على البيز، وبتبقى بيربنديكولر على الدياجونال على فكره. البروبرتيز بتاعت الريجلر بيراميد، اللاترال ايدج برضو ايكوال ان لينث والسلانت هايت قد بعض، واللاترال فيسز كونجرنت تراينجل. تقريبا احنا بنتعامل مع الريجلر رايت بيراميد. الريجلر رايت بيراميد ده اللي هو نازل منه بيربنديكولر على الدياجونال اللي هو انا عماله بحاول افهمه لك. الام ان بيربنديكولر على البلين، يبقى ام اي بي سي دي ده رايت بيراميد احنا عاده بنتعامل معاه، يعني هو اللي نازل من الفيرتكس دايما بيكون بيربنديكولر على البلين. every regular pyramid is a right pyramid، بس مش العكس، يعني كل الريجلر يعتبر right بس مش كل الرايت يعتبر pyramid regular، لان احنا عادة ممكن نقول ان البيس parallelogram فاللاين ده بيبقى نازل perpendicular بس مش perpendicular على الدياجونال. يعني تعال ناخد example MABCD is a regular quad. regular quad يعني السايد كلها قد بعض، واللينث بتاع البيس 12، احنا ادي ABCD ودول الدياجونال وادي البربنديكولر اللي نازل من الهايت ان اكس. احنا عاده بنتعامل مع الترينجل ده اللي هو ام اكس ان، طبعا دي 90 ديجري، والام اي ده اللاترال ايدج. اوكي، هو مديني الهايت ب 8 يعني الام ان ب 8 ومديني السايد ده ب 12 وفقا بقى سنه كام سنه كام اولى اعدادي. بتقول ايه اولى اعدادي؟ بتقول حضرتك البي سي بارلل للان اكس والان ميد بوينت، يبقى الاكس ميد بوينت، يبقى الاكس ان هاف البي سي. عشان احنا ما ندخلش في مهاترات اولى اعدادي دي، احنا دايما هنقول ان الان اكس هاف البيز. فاحنا دلوقتي عندنا ده 8 وده 6، ليه؟ ما هو عشان ده 12 هو عايز سلانت هايت اللي هو الام اكس.
اهو اهو عايز الام اكس. طب لما انا عندي ده كده الاكس 100 بوينت اهو، يبقى ده 6 والام اكس هجيبها بايثاغوريس ثيرم تطلع ب 10 بكل بساطة. طيب واحدة كمان، ام اي بي سي دي ذا ريجولار كوات، حلو يبقى كلهم قد بعض متشكرين. الهايت ب 20، طيب الهايت فين؟ الهايت استنى، الهايت هيطلع اهو، الهايت ب 20 ماشي. واحدة واحدة بقى، الهايت ب 20 والسلانت هايت اللي هي ام اكس ب 25، هو عايز اللينث بتاع البيز سوري هو عايز اللينث بتاع البيز بي سي. يبقى انت الاول هتجيب الان اكس، هجيب الان اكس واعملها تايمز 2 تطلع البي سي. الان اكس هتجيبها ازاي؟ ما هو ده بيربنديكولار وده 20 وده 25، يبقى بايثاغوريس ثيرم الان اكس ايكوال ام اكس سكوير ماينس ام ان سكوير، يبقى الان اكس ب 15 يبقى البيز ب 30. طيب تعالى هنا، ام اي بي سي دي از ريجولار تراينجل بيراميد. بص بقى، ده البيز بتاعه تراينجل اي بي سي، ريجولار تراينجل يعني ايكويلاترال، كل السايدز قد بعض وكل الانجلز قد بعض. اللينث بتاعت البي 6 ماشي، واللينث بتاعت الهايت 4 ماشي، ده احنا كده قفلنا البيراميد. اوكي، عايز اللينث بتاع الادج اللي هي الام اي، وعايز السلانت هايت. طب احنا اولا هننزل بيربنديكولار اوكي اللي هو السي اكس، وهننزل ام ان بيربنديكولار. طيب دلوقتي هو مديني الهايت بفور، ما هو الام ان ده هايت اللي هو اللي بفور. طيب والبيز بسكس، انت دلوقتي عندك اي بي سي اذا ايكولاترال ترينجل، الاكس 100 بوينت يبقى كل واحد ب3 جميل. وبعدين تعالى بقى نتكلم في ترينجل بي اكس سي، انت المفروض عارف ان ده كده نازل بيربنديكولار، الاكس ده رايت انجل، ده 6 ده 3، يبقى هعرف اجيب الاكس سي بايثاغوريس هيطلع 3 روت 3. طيب ايه تاني؟ الان سنترويد، ما احنا المفروض من تانية اعدادي عارفين السنترويد. مين بقى السنترويد ده؟ السنترويد ده اللي هو بيعمل انترسكتنج للميديان، والام ان بتبقى نازله بيربنديكولار على الانترسكشن بوينت بتاعت الميديانز اللي هي السنترويد. السنترويد بقى دي بتعمل ايه؟ بتديفايد الفيرت، بتديفايد الميديان ان ذا ريشيو 1 تو 2 فروم ذا بيز و 2 تو 1 فروم ذا هايت فروم ذا فيرتكس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اكس ان 1 تو 2 والاكس ان 1 والان سي 2 الريشيو 1 تو 2، يعني كل ده على بعضه 3 روت 3، يبقى ده روت 3 الحته دي والحته دي 2 روت 3، ده روت 3 وده 2 روت 3، ده وفقا لتاني اعدادي. طيب انت دلوقتي تعرف تجيب الام سي، ما هو الام سي هو ده اللاترال ايدج او اللينث اوف ايدج اللي هو عايزه اللي هي الام سي، ده طلع 2 روت 7. طيب انا بقى عايز ايه؟ هو عايز السلانت هايت، ما الام اكس سلانت هايت ده رايت انجل تراينجل اهو، اهو ده ام اكس ان، اكس ان ده الهايبوتنس بتاعه، يبقى هجيبها بايثاغوريس ماشي. طيب النت بقى، عشان هو يجيب لك النت كده، يجيب لك الفجر ده ويقول لك الفجر ده ايه، هات الفوليوم بتاعه، ده الكيوب شكله بيبقى كده، والكيوبويد ده شكله، والتريانجلر بريزم اللي انا شرحته من شويه ده شكله، وهنا ده التريانجلر بيراميد. بص التريانجلر بيراميد شكله عامل ازاي، وده السكوير بيز بيراميد. انا بقى عملت لهم ده وقفلت كده الترينجل، هم تخيلوا شكله طبعا على الحقيقه، وده الهكسجون بيراميد. اوكي دي الاشكال. ليه بقول الكلام ده؟ عشان بص اهو، ادي سؤال ان ذا اوبوزيت نت، ومش هيقول لي اصلا ده مين، يعني هو مش هيقول لي ده مين، ده ريجولار كواد عايز الهايت والسلانت هايت، فانت المفروض اصلا تقفل الشكل ده بالرسمه. بص هو ده غالبا سكوير، يعني ده سكوير السايدز كلها قد بعض، فانت محتاج تقفل الرسمة الاول اهو، ده سكوير، احنا محتاجين نقفل البيراميد الاول. هرجعك تاني اجيب اقولك انا جبت ده كل ده منين. يعني هو مديني ان السايد ده ب26 والبيز ب20 اهو، كل السايدز باللاترال ايدجز يعني ب26 اهي. بص اللاترال ايدج دي اللي هي ام اي ب26، ومديني البيز اللي هو البي سي او الاي بي ب20، فعشان كده انا كتبت الاي اكس ب10، لسه ال24 دي ما جبتهاش، هجيبها.
A B C D is a square with X meet point. أنا معايا هنا ال X meet point، فعندي ده 10، أوكي. وهنا في triangle M X A، M X A، ما أنا عندي ده 10 وده 26، فالمفروض ال M X ده perpendicular، يعني ال M A ده ال hypotenuse. هجيب ال M X، هجيبها بايثاغورس theorem، طلعت 24، ماشي. ده كده ال slant height. عايز بقى أجيب ال height اللي هو ال M N، ما أنت عندك right angle triangle اللي هو M N X، واحد تن واحد 24، تعرف تجيب ده ببايثاغورس ثيرم. بص بقى المعلومة دي عشان هتفيدك في تالتة ثانوي على فكرة. في الريجولر هيكسجن، الريجولر هيكسجن ده يا جماعة يعني السايدز بتاعته كلها قد بعض، والانجلز كمان كلها قد بعض، كل انجل ب 120. عندي حاجة بقى في الهيكسجن ده اسمها لونج دياجونال اللي انا رسمته ده، بسمه لك تاني اهو، ده وده وده، كل دول اسمهم لونج دياجونالز. اللونج دياجونالز دي بتبايسكت الانجل، الانجل كلها 120 يبقى كل واحده فيهم ب 60. بص ايه اللي حصل، الترينجل اللي جوه ده بقى ايه، ايكويلاترال ترينجل، يعني لو ده ال يبقى ده ال، يبقى ده ال، يبقى ده ال، كله ال، ما هو ده ايكويلاترال ترينجل، ماشي. وبعدين ده بقى اسمه الشورت دياجونال اللي انا رسمته ده، ده اسمه الشورت دياجونال. ماله بقى الشورت دياجونال ده، بينزل بيربنديكولار على البيس، اوكي، والانجل دي طبيعي 60. طيب وطبعا ده الحته دي ال تبقى دباقتها ال، والبيس طبعا ال. طيب الشورت دياجونال ده بقى اجيب اللينث بتاعه ازاي، ببايثاغورس، ما هو ده ال وده 2 ال، يبقى ده روت 3 ال. في مشكله كده، واخد بالك ان ده ال، اوكي ماشي، فبقى ده روت 3 ال. طيب بتقول لنا الكلام ده ليه، بقول لك الكلام ده عشان السؤال ده، A regular hexagon pyramid، اوكي، يعني السايدز كلها قد بعض، الهايت 8، ماشي الهايت 8 اهو، الهايت 8، والبيراميتر بتاع الهكساجون 24 روت 3. طيب ما هو انت دلوقتي تعرف تجيب كل سايد، السايد الواحد ب 4 روت 3، حلو، يبقى ال ان ايه ب 4 روت 3 زيه، ما ده وفقا للي انا قلته من شويه. يعني لو انت مش قادر تستوعب ده ارجع للسلايد اللي قبليها هتلاقيني قايله ليه. طيب كده انت تعرف تجيب مين، تعرف تجيب انت كده عندك الاي ان 4 روت 3 في ترينجل ام ان ايه بقى، هو عايز اللينث اوف ذا لاترال ايدج والسلانت هايت، ماشي. في ام ان ايه، ام ان ايه انت تعرف تجيب الام ايه ببايثاغورس ثيرم، طلع 4 روت 7، حلو. انا محتاجه اجيب دلوقتي سلانت هايت، نزلت بيربنديكولار الام اكس، عايز اجيبها، ممكن نتكلم في ترينجل ام اكس بي، ام اكس سكوير ايكوال ام بي سكوير ماينس بي اكس سكوير، حلو. ما هو البي اكس هو البي اي كله 4 روت 3، يبقى الحته دي بس 2 روت 3، وانا خلاص جبت الام بي زيها زي الام اي ب 4 روت 7، يبقى الام اكس ب 10 سنتيمتر. طيب دي الرولز بقى اللي المفروض نعمل لها هايلايتنج كده في الكتاب عشان انت طبعا داخل بالكتاب، اللاترال اريا بتاعت البيراميد والريجولار بيراميد والتوتال سيرفيس اريا والفوليوم، دي كلها رولز المفروض ان انت حضرتك تكون عارفها. طيب ليه بقى، عشان لما يقول لي a regular quadrilateral pyramid the length of its diagonal is 60 root 3 60 root 2 والسلانت هايت 50، عايز الهايت بتاع البيراميد. بص بقى يا جميل، هنا انا قلت ان الدياجونال ب 60 روت 2، طيب الدياجونال ده ب 60 روت 2 كله، اوكي، المفروض ان ده ريجولر، يعني ده قد ده، صح كده. طيب انت تعرف تجيب اي بي وبي سي على فكره ازاي، افترض ان ده اكس وده اكس، نفذ بقى بايثاغورس ثيرم، فهتبقى 60 روت 2 باور 2 ايكوال اكس باور 2 بلس اكس باور 2، طلع الاكس هتطلع ب 60. احنا بقى عندنا على طول بنقول اللينث بتاع البيز 60 روت 2 على روت 2، يعني لو ده 60 روت 2 يبقى هتعمل ديفايدد روت 2 تطلع ده 60 ده 60. مش مقتنع بالطريقه دي، اعمل زي ما قلت لك كده، قول لي ان الاي بي اكس والبي سي اكس، اوكي، والاي سي روت 60 روت 2،
وقول لي 60 root 2 power 2 equal x power 2 plus x power 2، ويطلع 2 x power 2 equal بقى، شوف هتطلع كام divided 2، بعدين اعمل square root هتطلع 60. انا كده جبت ده 60 ماشي، ال n e half 60 بقى صح كده ب 30 ماشي، وانا عندي السلنت هايت ب 50، اعرف اجيب الهايت اللي هو ال m n. ليه بتجيب الهايت؟ ما هو قال لي اول حاجه عايز الهايت، بعد كده اللاترال سيرفيس اريا والتوتال سيرفيس اريا هي مجرد رولز حضرتك بتطبقها. كالكوليت تو ذا نيرست تنث ذا فوليوم اوف ريجولار بنتاجون والسايد لينث بتاع البيس 16 والهايت 12. طيب حضرتك بقى المفروض ان انت تبقى عارف الاريا، ما هو الفوليوم 1 اوفر 3 في البيز اريا في الهايت. حلو قوي الرول ده بتاع الاريا بتاع اي ريجولار فيجر خدنا في اولى ثانوي، ان اوفر 4 تايمز اكس سكوير تايمز كوتان باي اوفر ان. الان ده عدد السايدز، يعني ده بنتاجون يعني ده 5، الاكس اللينث بتاعها اللي هي 16. مش عارفه ايه اللي حصل بس عادي ثواني. احنا كنا هنا ال n ده ال 5 over 4 ال x اللي هي 16 power 2 times cotan ال pi طبعا جوه الكوتان وال 10 180 over 5، طلعت ال area 440.44. انا اجيب ال volume بقى. طيب a regular quadrilateral pyramid، حلو كلهم قد بعض. ال area بتاعت ال base 700، اوه استنى بقى، regular quadrilateral pyramid ال base 700 يبقى انت تعرف تجيب السايد. هتجيب السايد منين؟ ما هو حضرتك ده ريجلر يعني سكوير روت، عشان ده سكوير يبقى كل سايد ب 10 روت 7. حلو، وبعدين هو مديني السلنت هايت ب 20 يعني الام اي ب 20، الام اي ب 20 وده 5 روت 7 هاف ده. حلو تعرف تجيب الام ان؟ حلو اعرف اجيب الام ان بايثاغورس، طلعت ب 15. عايز اجيب الفوليوم، حطيت الرول بتاعت الفوليوم. كده يا جماعه احنا فاضل لنا بالظبط two lessons، الكون والسيركل. ان شاء الله الكون والسيركل هعملهم في نفس الفيديو. Thank you so much. Don't forget to like and subscribe the page. Thank you.